السلام عليكم، معكم حمزة إبيقش، مسؤول عن ضيعة ترمس المتواجدة في قايم صالح. احنا الشركة اللي تابعة للجبال المسؤولة عن إنتاج الحليب ومشتقاته. هو المعرض الدولي للفلاحة مكناس هو واحد ليفيرمون اللي هو يعني كيكون انترناسيونال، كيكون مرة في العام، يعني واحد الحدث اللي مهم، وكيحسنا الشرف كل عام اننا نختاروا احسن واجود الابقار اللي عندنا في الضيعه ديالنا باش نجيبهم باش يمثلوا الضيعه ديالنا هنا احسن تمثيل. والحمد لله هذه السنه هذه حسنا الشرف اننا ناخذوا المركز الاول في البقر الحلوب من صرف موبيليار. الاستعداد كيت هو الا لاحظتوا هنايا بالنسبه هما باش يختاروا كيجي واحد السيد اللي هو سبيسياليست اللي كيشوف كل غاص كيكون عندها ديك ختار. يعني حنا كنحاولوا نديروا له نفس الشيء في الضيعه عندنا، حنا كنحاولوا نختاروا البقره، هي كل صنف عنده معايير اللي معروفه. يعني حنا كنحاولوا نختاروا في الضيعه ديالنا اجود الابقار وكنجيبهم لهنايا باش يتنافسوا مع الابقار الاخرين باش ان شاء الله. يعني الا كانت البقره اختاريناها عندها معايير جيده اللي هي معروفه من خلال الانتاج ديال الحليب ومن خلال حتى الشكل الخارجي ديالها، فراه كيتم الاختيار ديالها من طرف السيد المتخصص.